السلام عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حصة دوقني. ضيفة هذه الخطرة عزيز علينا وعزيز على قلوب الجزائريين وعلى الأمة الإسلامية والعربية، موقف سجله التاريخ بأحرف من ذهب. معنا البطل سي فتحي نورين. الله يحفظك بقدر، بارك الله فيكم على الاستضافة. بارك الله فيك، ربي يجازيك ومرحبا بك. الله يسلمك، ربي يحفظك. ما نطولش عليك، نروحوا عند لي شيف إن شاء الله يا رب. بسم الله. مرحبا بك خويا. الله يحفظك عبد القادر، بارك الله فيك. صحيت، ربي يجازيك. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم. كراكم دايرين؟ السلام عليكم خويا، كراك؟ السلام عليكم، لاباس بخير؟ لاباس صافا. كراكم؟ غايا. هايوا يا طابي، ما تأماش عينيك. الله يبارك. هايوا. الله يحفظكم. ماني تهلو والموني ما نحكيش. هايوا، أنا راني في الريسك وأنتم تاني راكم في الريسك. ياه. الله يفتح خويا. لا ما صاي، تخممش. اما احنا نروحوا نريحوا شويه. المهم وجدنا طابله شابه وصاي. طابله شابه. نروحوا نريحوا شويه فتحي، نحكوا وهما يوجدوا. اي ان شاء الله خويا. تفضل معايا. الله يحفظك. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حصتكم دوقني. حصه دوقني كل خطره تجيب لكم شخصيه معروفه. واليوم اللي جانا ضيف عزيز علينا، رايح نديروا له ايمانسي دو فوا دانيو. تبعونا خطوه بخطوه ودوا المقادير باش الوصفه تنجح لكم. حاجه الاولى اللي نسحقوها في الوصفه تاعنا، نسحقوا الحرور، كرويه، كمون، قصبر، نسحقوا قرفه، نسحقوا عرق السوس، نسحقوا الكركم، نسحقوا الملح. حاجه الاولى اللي نديروها، نحطوا المرميطه تاعنا، نديروا لها الزيت، زيدوا لها شويه، خلوها تحمى. روحوا البصل تاعنا، نديروه ايمانسي باسكو الوصفه تاعنا راهي كلشي معتمد على الايمانسي. زيدوا الفلفله تاعنا، بعد ما درنا الفلفل والبصل تاعنا قلوهم شويه، خلوهم يتقلوا. بعد ما درنا الفلفل والبصل تاعنا قلوهم بيان حتى السكرية تاعهم يخرجوا دروك. نضيفوا الكبدة تاعنا، انا هذه خليتها باه ندير بها الديكور. زيدوا الثوم تاعنا، دائما الثوم نخلوه بالجلفه تاعه
كما في كل حلقة راني نوضع عليها بزاف هاد الحاجة. بعد ما درنا هاد لي زانغريديون دروك ديروا لي زيبيس تاعنا، كمون، زيدوا كروية، زيدوا حرور، زيدوا كركمة، زيدوا شوية تاع ملح، زيدوا قرفة عود، زيدوا عرق السوس باش نقلعوا لي زاسي تاع لاصوص طوماط، خلطوا شويه ماشي بزاف باسكو الكبده ما تبغيش نخلطوها بزاف. باغا كندو الغرا تاعها، دروك نزيدو شويه تاع ما ماشي بزاف، خلوها طيب على نار هادية، مشاهدينا الكرام بعد ما كملنا الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم، أنا ما بقى لي غير نقولكم نتلاقوا على طاولة التقديم.